احنا معانا على التليفون الدكتور الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا يوسف. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ ربنا يخليك، كل سنة طيب. وحضرتك بالصحة والسلام. اخبار قرارات حظر الاستيراد ايه يا دكتور؟ والله يعني احنا النهاردة فوجئنا بقرار مزيف ومزور منشور على مواقع التواصل ومنسوب ليا، منسوب لرئيس مصلحة الجمارك. ايوه. وهذا القرار طبعا يعني يخالف الواقع تماما وعاري تماما من الصحة. القرار اصلا حتى ظهر يعني شكله الظاهري مش مظبوط. مفيش منشور تعليمات بينشر في جريدة رسمية. ولا في اطلاعات ولا حاجة. أضف إلى ذلك إن مصلحة الجمارك ورئيسها وحتى وزارة المالية ليس من اختصاصها حظر استيراد أو حظر تصدير، ده اختصاص أصيل لوزارة التجارة والصناعة. وأنا تواصلت مع وزارة التجارة والصناعة، أفادوني برضو بعدم صحة هذه المعلومات تماما، وأصدروا بيان. وإحنا على الفور أصدرنا بيان فعلا ونشرناه على كل المواقع بعدم صحة هذا الخبر، وإن القرار أو المنشور ده مزيف ومزور، والغرض منه إثارة الإشاعة، إثارة يعني إصدار إشاعات بغرض البلبلة وإثارة لغط وتأثير سلبي على الأداء في داخل البلد يعني. حلو جدا. طب أنا أولا يعني أشكر حضرتك وأشكركم جميعا بما فيكم حضراتكم وزارة الصناعة والتجارة كمان، إنه كان رد الفعل سريع جدا، يعني ما كانش رد فعل لا بطيء ولا متباطئ ولا متأخر. بسرعة أول ما تم نشر هذا المنشور على صفحات التواصل كان عندكم رد سريع وواضح وواقعي. هنا ده هيخليني هسأل، نوع زي القرارات او اسف زي هذه المنشورات الكاذبه انه حظر استيراد سيارات واجهزه كهربائيه، بيبقى وقعه السلبي عامل ازاي على السوق وعلى الناس؟ طيب خلينا نقسمها يعني على العاملين في الجمارك، هم فاهمين شكل المنشور يبقى ازاي، والمنشور ما بيتنشرش جريده رسميه، دول العاملين في المصلحه. حلو. انما على الجمهور بقى والمواطنين، طبعا الناس اللي مش متخصص في هذه المساله هيبقى عنده هلع، والله انت تمنع استيراد 23 سلعه انا ممكن اجري اشتري. صح. عشان مش هلاقيها بعد كده او هتغلى. اه. وانا كتاجر تجزئه ممكن اقول لك ما خلاص ده مش هتيجي ثلاث شهور، خلي اللي عندك ده احجزه، ولو حد سالك قول ما عنديش عشان هتغلى. اه. ده داخليا. خارجيا بقى الدول الاخرى ماضيه معانا اتفاقيات مع مصر. احنا بنخلي باتفاقيات كده. صح. او انت بتمنع صادراته ليك يبقى هو يمنع صادرات مصر له. عشان كده كنا حريصين ان يكون رد الفعل سريع جدا، وانا بوجه الشكر لحضرتك وكل القنوات اللي تواصلنا معاها وعملنا مداخلات على مساعدتنا في توضيح الحقائق بصوره واضحه، وباهيب كل الساده الجمهور والمواطنين والعاملين والمتعاملين ان يكون استقاء المعلومات من مصادرها المختصه دون الانسياق وراء اي شائعات على اي مواقع مغرضه لها اغراض غير شريفة. صحيح. أولا أنا بشكرك مرة تانية يا دكتور. اتنين، احنا نتمنى أنه دايما يبقى ردود الأفعال السريعة جدا من المصلحة ومن سائر مصالح وهيئات ومؤسسات ووزارات الدولة يبقى بنفس الطريقة وعلى نفس الأسلوب وعلى نفس النسق وعلى نفس السرعة. حقيقي ألف شكر على الإيضاح وعلى قبول المكالمة. شكرا جدا الدكتور الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك.